ومن أمام موقع الحادث من أمام كنيسة أبو سيفين في الجيزة ينضم إلينا مجددا مراسلنا سمير عمر. إليك سمير، وضعنا في تطورات المشهد حتى اللحظة، ودعنا كذلك نذكر بما حدث في ساعات سابقة وحصيلة الضحايا حتى هذه اللحظة. يعني في آخر تحديث يتعلق بحصيلة الضحايا في هذا الحادث الذي اندلع الحريق فيه نحو 8:30 تقريبا بالتوقيت المحلي، وفقا لوزارة الصحة فإن عدد من فقدوا حياتهم في هذا الحادث يبلغ 41، وأن عدد المصابين 12 مصابا يتلقون العلاج بالفعل في مستشفيات القريبة من الموقع، والذي أيضا توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الصحة والتنمية المحلية والضمان الاجتماعي لزيارة المصابين وتفقد حالتهم الصحية بالمستشفيات. الموقع هنا يعني يمكنك أن تقرأ الحزن في وجوه الجميع، سواء المسلمين أو المسيحيين ممن تسارعوا لتقديم جهود الإنقاذ حتى قبل أن تصل عربات الإسعاف ووحدات الحماية المدنية. الحادث وفق التسلسل الزمني الذي ورد في بيانات رسمية من وزارة الصحة والداخلية وأيضا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن ما حدث هو خلل كهربائي في أجهزة أحد أجهزة التكييف بالطابق الثاني بالمباني الملحقة بالكنيسة، ما أدى إلى اندلاع الحريق. ونظرا لوجود الكثير من الأوراق والأخشاب في هذه الحجرات، تم اتساع نطاق الحريق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، ما أدى إلى يعني اختناق أمكان ساحات الكنيسة في هذا الوقت، ووجود أيضا إحدى دور الحضانة ملحقة بالكنيسة، فضلا عن أن الحواري الموجودة قريبة من الكنيسة ضيقة، ربما هذا ساهم في عدم إجلائهم بالسرعة المطلوبة لإنقاذ حياتهم. في موقع الأحداث هناك مدير الأمن، هناك وزير الضمان الاجتماعي، وأيضا هناك انتظار لوصول رئيس مجلس الوزراء. يبدو أن مدير الأمن يدي بتصريحات في هذا التوقيت بالقرب من عربات الإسعاف، ولكن على الأقل رجال النيابة عندما وصلوا إلى المكان فرضوا طوقا أمنيا محكما حتى يتمكنوا من رفع الأدلة الجنائية، وأيضا التحافظ على كاميرات المراقبة والسماع لأقوال شهود العيان والمصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بالاستجواب. هذا آخر تحديث ونواصل المتابعة من محيط كنيسة أبي سيفين. نعم سمير، أخبرتنا في رسالة سابقة أنه يتوقع في أي لحظة وصول رئيس الحكومة المصرية سيد مدبولي لمعاينة مكان الحادث. صحيح. والوقوف على تفاصيله كذلك، متى نتوقع ذلك؟ هو بالفعل وصل، كان رئيس مجلس الوزراء كان في منطقة العالمين حيث أدى اليمين الدستورية الوزراء الجدد، ثم بعد وقوع الحادث توجه إلى القاهرة، زار قبل قليل مستشفيات التي يتلقى فيها المصابون العلاج، وهو بعد ذلك سيتوجه وفقا للمسؤولين هنا في موقع الحادث، سيتوجه إلى موقع الحادث لتفقده ومتابعة ما يدور من جهود الإنقاذ، وأيضا متابعة تقديم كل أوجه الرعاية لذوي الضحايا والمصابين. بالتأكيد سنبقي عينا على كل تطورات الأوضاع من مكان الحادث من أمام كنيسة أبو سيفين في الجيزة. مراسلنا سمير عمر، شكرا جزيلا لك سمير.